هو عندنا هسه احد المتابعين حسن مجتبى بيقول يعني لدينا كتائب ضل تدافع عن هذا النظام، وين الكتائب اصلا؟ النظام سقط يعني. الناس هسه حتى الان ما لاقين ذاته كتائب، الظل اللي بيتكلموا عنها دي يعني عشان هي ذاته تكون في حاله المواجهه. لكن هي الملهى والمضحكه في المساله انه الناس شاهدوا فيديوهات فضل الاعتصام، يعني احنا بنتكلم عن حاجه الناس ما شاهدوها. ولذلك كنت اقول لاحد الاصدقاء ربما يعني هذه العباره يعني انه الذين كانوا يتحدثون عن تزوير الماضي، يعني يا اخي قول له خليك من تزوير الماضي، قدامنا الحاضر بيتم تزويره يعني. يعني اخطر ما يفعله النائب العام، اخطر ما تفعله هذه المجموعه انها بمثل هذا التلفيق، وهي درجت عليه في كثير من القضايا، انما تفتح الباب للهروب، لهروب الذين ارتكبوا هذا الجرم. هي بتعمل تضليل الشعب السوداني عشان تبرئ أو تبعد الاتهام من ساحة الذين ارتكبوا هذا الجرم. وعندنا الفيديوهات وعندنا الشواهد موجودة، ولعل الفيديوهات حتى من قيادات النظام الحالي موجودة، التي لم يقل فيها أحد أن الموضوع ده عملونا على عثمان ولا أحمد هارون. يعني لقينا أيضا كان في نفس المقابلة على عثمان، يعني هو بيتكلم عن النظام ليس خالد وبيستنكر الاستقواء بالعسكر. خلينا نشاهد هذه الجزئية، نشاهد معا. ولذلك لابد أن يفرق الناس، وأنا تاني بقول للشباب وللعقلاء أنه ليس هناك نظام خالد، ليس هناك نظام كامل، ليس هناك رئيس أو رمز يبقى إلى الأبد، ولكن الطريق إلى التغيير هو وفقا للوسائط التي يرتضيها الناس. الآن استقر التجربة الإنسانية على التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات وعن طريق بناء الأحزاب السياسية. دعوتي أنه إحنا مسألة بدل من تشديد الطاقات في الاحتجاجات وتعطيل الحياة بحجة الانتقال إلى وضع أفضل، أن نعمل على تحسين هذه الحياة والتي نشترك كلنا في أن أشواقنا لما هو أفضل منها لا خلاف عليه، أننا نقوم لذلك بأدواته التي يتعرض عليها الناس. الدعوة إلى الجيش هي دليل، أو لأي قوة نظامية هي دليل كما قلت على الإفلاس الفكري، على الاقتناع بأن الشارع ما معه. زول بيقول لي الجيش يدخل، معناته الشعب ما معه. نعم، إذا كانت هذه هي رؤية علي عثمان. يعني إذا هنا يعني في يبدو أن هناك دمج في الخطاب، يعني كتائب ظل، لكن يقول لك لا إحنا نمشي بالطريقة الصحيحة بتاع الانتخابات. الخطاب أنا أؤكد مرة أخرى، يعني علي عثمان في هذه الحلقة تشن خطابا تصالحيا، خطابا عقلانيا. ولذلك أخاف هؤلاء الذين يصنعون، خافوا من الخطاب، ما كانوا بيخافوا من خطاب الأمنيين ولا من خطاب الأهوج، لأنه ده بيصب في مصلحته، في أنك أنت تهيج الناس، تهيج الشارع. لكن هم الخطاب العقلاني الذي يدعو، اللي يقول أنا هو نفسه يقول في هذا المقطع أنا متطلع للتغيير، أنا مشترك معكم في الرغبة في التغيير، لكن خلونا نمشي للتغيير ده بأدواته. وبعدين يقول لك الذهاب للعسكر هو نوع من الإفلاس. نعم، وموسى كان يقوله حتى للرشيد سعيد، أنا شاهدت له مقابلة في القناة الفرنسية عندما كان يقول أنه نحن ماشيين للجيش وكذا، وكان المقدم البرنامج يعني يقول له يعني يسأله باستغراب، هل تريدون الذهاب؟ هل أنت متأكد أنكم تريدون الذهاب إلى الجيش؟ يعني أنت متأكد أنك أنت، هؤلاء كانوا يرفضون التسوية السياسية مع مع الإسلاميين، لكن ما كان عندهم مانع يعملوا تسوية سياسية مع حميدتي ومع البرهان. ليه؟ لأنه في النهاية هم فاهمين أن هم عندهم مشروع، ما مشروع الشعب السوداني، عندهم مشروع بتاع انتقام وتصفية، وإلا الإنقاذ نفسها. التسوية السياسية اللي عملتها مع خصمها السياسي اللدود اللي هي الحركة الشعبية في اتفاقية نيفاش غير مسبوق، وعملتها حتى مع الحركات المسلحة في دارفور. يعني أكثر نظام حصل تعديل في مساره وعمل حيطا الحوار الوطني، مواسا كنا على مقربة من الانتخابات في 2020. نحن الليلة وين الليلة نحن من الانتخابات بعد عشر سنوات ممكن يناقشوا الحكاية. فأنا أريد أن أقول في هذه النقطة تحديدا أنه محاولة التزاء النص وقضعه وتسويقه هذه محاولة. الآن نحن الحمد لله لقينا بعد ما حذفت هذه الحلقة بالكامل، أنا عدتها عبر قناتي في اليوتيوب، الحلقة الآن موجودة، وبالتالي محاولة تضليل الناس وابتسار جزء محدد تسمع تقطع بغيت وتبني عليه حتى قضايا ربما تناقش.